حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها غياب الدولة عن محافظة لحج وتزايد نشاط الجماعات المتشددة فيها. انفلات أمني متزايد تتخلله تفجيرات لمقار أمنية ونشاط منحوظ للجماعات المتشددة وغياب كلي للدولة وللسلطات. هذه هي العناوين اليومية التي تشهدها محافظة لحج منذ تحريرها من الميليشيا قبل 7 أشهر. تفيد الأخبار الواردة أن مسلحين يشتبهوا بانتمائهم لتنظيم القاعدة فجروا عددا من المنشآت الأمنية في معسكر عباس بمدينة الحوطة بمحافظة لحج، وإشاروا إلى أن هذه العملية الثالثة التي يستهدف فيها مجهولون أحد المقار الأمنية بعد أن تم استهداف مبنى الشرطة والأمن السياسي في المدينة خلال الأسابيع الماضية. وعلى الرغم من مرور 7 أشهر على تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي والمخلوع، إلا أن القوات الحكومية تواجه صعوبة في السيطرة على الوضع الأمني وسط تنامي لنفوذ الجماعات المسلحة ومنها أيضا تنظيم القاعدة. ناشطون نشروا بيانا على وسائل الإعلام باسم الأهالي طالبوا بالتحرك العاجل لتطهير المحافظة من الجماعات المتشددة ومعالجة الاختلالات التي تعيشها المحافظة. وأكد البيان أن لحج تعيش ظروفا مأساوية في ظل غياب أي دعم أمني أو عسكري أو تنموي لقياداتها، وهو ما يجعل من الصعوبة معالجة الأمور بعد تراكمها. أسباب تزايد نفوذ الجماعات المتشددة في لحج وغياب السلطات المحلية والأمنية وقوات الجيش الوطني عنها موضوع حلقتنا لهذا المساء من زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ نقاشنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. يوما بعد يوم تزداد الأسئلة عن مستقبل الوضع في بوابات العاصمة المؤقتة، وبالتحديد في محافظة لحج البوابة الشمالية الغربية. أسئلة تعكس تصاعد المخاوف من احتمال تزايد نفوذ الجماعات المتشددة. لم يشكل تحرير المحافظة نقطة فارقة في حياة الأهالي، فحال الحوطة القابعة تحت رحمة الانفلات الأمني ليس على ما يرام. كل مرة تستيقظ المدينة على خبر تفجير مبنى حكومي أو مقتل ضابط أمن أو مدني. أحدث تجليات العنف تفجير مسلحين مجهولين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة عددا من المنشئات الأمنية في معسكر عباس بمدينة الحوطة، وهي العملية الثالثة التي يستهدف فيها مجهولون أحد المقار الأمنية بعد أن تم استهداف مبنى الشرطة والأمن السياسي خلال الأسابيع الماضية. يحدث هذا فيما تتواجد القوات العسكرية للجيش الوطني والقوات المشتركة على بعد عشرات الكيلومترات من المدينة، وتحديدا في قاعدة العند الجوية. رغم كل هذا، ثمة هوة سحيقة بين ما يسمعه أبناء لحج من المسؤولين المعنيين حول استقرار مدينتهم وتواجد القوات الحكومية بالقرب منهم، وبين الواقع الأمني المزري الذي يقض مضاجعهم ويرخي بظلاله القاتمة على يومياتهم. يسمع أبناء لحج عن كثافة التعزيزات العسكرية لقوات التحالف إلى قاعدة العند، بينما يواجهون يوميا الخروق الأمنية على أنواعها. إذن مشاهدينا، موضوع حلقتنا نناقش مع ضيوفنا من عدن مدير أمن محافظة لحج العميد طيار عادل الحالمي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي، على أن ينضم إلينا من الرياض الصحفي أحمد جعفان. مشاهدينا، سنبدأ الآن مع سيادة العميد عادل الحالمي. مساء الخير سيادة العميد. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. سيادة العميد، تفجيرات مقار أمنية وعمليات سطو مسلح وقتل، هذه هي عناوين الأخبار اليومية الوافدة من محافظة لحج. ما الذي يجري في هذه المحافظة؟ نعم، يعني بالبداية يعني للأسف الشديد تم يعني قصور في الدعم وفي الإمكانيات لقوات الأمن في محافظة لحج. نعم، إذ أنه لا يوجد، أعتقد أنه صفر يعني الجانب الأمني بالنسبة للدعم الأمني من عتاد وغيره، يعتبر لا شيء في محافظة لحج، وطالبنا كثير يعني من وزير الداخلية وأيضا التعارف إلى رئيس الجمهورية. لكن الحمد لله يعني بفضل التنسيقات بين أبناء المقاومة الذي مدمجين في القطاع الأمني، تم السيطرة على بعض الأماكن على
حوالي 70% من محافظة لحج. نعم. أن الإشكالية هي تجي العاصمة الحوطة التي اليوم برضو تعرض يعني لعملية اغتيال فيها أحد الشيوخ الأفاضل. نعم. الذي تم اغتياله من قبل بعض الإرهابيين الذي تم ملاحقتهم وتم القبض عليهم. والآن يعني نشكر الضابط المكلف الذي مساعد أمن طبعاً. نعم، ولكن سيادة العميد، ما حقيقة تواجد تنظيم القاعدة في هذه المحافظة؟ لو يعني قلنا بالصراحة يعني بالنسبة لتنظيم القاعدة الذي متواجد هذا مجاميع هي أساساً تتبع لعطاش والحوثي وعندنا الإثباتات على ذلك. هذه قاعدة تتبع يعني علي عبد الله صالح نفسه شخصيا. نعم. ومن حوله، وهذه عندنا الإثبات فيها، وكلها إلا يعني تشتيت ومراوغات وضرب مقرات أمنية من أجل يعني إيهام العالم أن القاعدة موجودة في هذه المنطقة وهم كلهم أساسا ديون العفاش والحزب. نعم، سيادة العميد، ما هي الإثباتات التي لديكم؟ كثير يعني أعتقد على مستوى يعني على التواصل كثير من الإثباتات، ومنها يعني ما حصل شخصيات كانت قيادية قبل الحرب في محافظة لحج تمام، وما حصل اليوم الذي تم القبض عليهم أعتقد الأكبر دليل أن ستتطلع الأمور يعني إن شاء الله قريب ستتكشف. وهؤلاء الذي الآن يحدثون نعم مصيرهم يعني سيكون يعني في قبضة القانون إن شاء الله. نعم. ولن يفلتوا من العراض. نحن سيادة العميد يعني هل لديكم قائمة، هل لديكم قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص الذين تشكون أنهم يعملون في خدمة المخلوع صالح وإثارة الفوضى في محافظة لحج؟ هل لديكم قائمة بأسماء من أبناء المحافظة الذين يعملون على زعزعة الوضع في المدينة؟ إن شاء الله يعني هذه أمور أمنية لا يمكن البعد على العالم إن شاء الله. نعم. نعم، ولكن سيادة العميد انفلات الوضع الأمني في المدينة هو بسبب غياب سلطات الأمن، يعني لماذا لا تبشرون عملكم من محافظة لحج وتملؤون الفراغ الأمني بدلا من ترك المحافظة للجماعات المتشددة؟ لا، أنا سأقول لك بالعبارة، لن توصلنا حتى الآن طقم واحد يعني للغوامية. نعم. لم تصلنا طلقة واحدة للغرامية، لم تصلنا حتى مستحقات أفراد الأمن إلى الآن. نحن حتى منذ تعيننا لم نستلم أي شيء. نعم. يعني قدم لدينا، لكن فوقنا يعني نحن على الآن بالتنسيق مع المقاومة تمام، لأن المقاومة هي رديف يعني لقوات الأمن، وهي أساسا ستدمج بقوات الأمن والجيش. نعم. وعملنا هو عمل واحد ومشترك. والآن ما حصل اليوم من قبل أعتقد أنها تبين أنه يوجد وعي، يوجد حرص، وإن شاء الله أن الأمور سترتب. نعم، يعني تكرم بالبقاء معنا سيادة العميد. نذهب إلى ضيفنا الآخر من الرياض الصحفي أحمد جعفان. مساء الخير أستاذ أحمد. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. حالة الانفلات الأمني المتزايدة في لحج و نفوذ الجماعات المتشددة، كيف تفسر هذه الظاهرة؟ أولا تحية لك أخي العزيز ولضيوفك الكرام. صراحة يعني أصبح وضع لحج يثير علامات سؤال كبيرة جدا. نعم. ونعم الأوضاع يعني دائما في لحج مرشحات يعني دائما تنتقل من السيء إلى الأسوأ، ولم نرى من خلال المعطيات اليوم ما يشير عكس ذلك. بالفعل يعني كما أخبر عادل الحالمي يعني لاحظ أنه حتى لم يتواجد أي دعم للمنظومة الأمنية، وبالتالي الاعتماد على موضوع المقاومة وهي عبارة عن يعني جماعات لا زالت يعني حديثة
التسليح ولا تخضع يعني للأوامر ولا للحرفية الأمنية وما شابه ذلك. كل هذه الأوضاع يعني فعلا تعطي مؤشرات أنه لا يعني فعلا الأوضاع مختلة في لاحق بشكل كبير جدا، وهذا يعني وضع مقلق. الأهالي يعني يعانون غياب تام للحكومة كما أخبرتم أيضا أنتم ووضعتم النقاط على الفرص تقريبا في تقريركم. نعم. وبالتالي نحن أمام وضع مفتوح، وضع مفتوح على كل الاحتمالات وكل التداعيات أيضا التي تحدث يعني في محافظة عدن تنعكس مباشرة على لاحق. إذا لاحق هي يعني نعم. حاليا هي عبارة عن ميدان مفتوح للمشكلات الأمنية التي ربما يعني فتحت نعم. الباب على سيناريوهات أكثر صعوبة وأكثر مشكلات في قادم الأيام ربما. نعم، ولكن سيد أحمد يعني هل تتفق مع قول العميد سابقا قال أن من يثير الفوضى في المدينة هي عناصر تابعة للمخلوع صالح وللحوثيون، أم أن القاعدة كتنظيم حاضرة فعلا في المدينة؟ نعم قاله صحيح، هذا كلام صحيح، والكل في لاحق وفي غير لاحق يعرف أنه فعلا وبالذات ما يسمى بالقاعدة وأنصار الشريعة المتواجدون في لاحق هم يعني فقط مجرد واجهة وعنوان لخلايا المخلوع صالح وكذلك الحوثيين. ويعني هناك منظومة داخل لاحق يعني تعيث خرابا وتعيث فسادا في لاحق يعني تحت هذه المسميات. الكل يعرف ايضا انه هناك شبكة مصالح داخل لاحق وشخصيات معروفة لدى الجميع. نعم. هي تخضع لحزب معين وتقود العصابات وتوجهها. نعم. بالإضافة أيضا إلى ما كان يسمى بالأمن المركزي وكذلك الأمن القومي، هي من تدير هذه الخلايا وتوجهها. نعم. يعني باتجاهات نعم. تخريب وتعريب وهمرات الحياة المباني وكذلك سرقة البنوك التي سرقت ربما جميعها، والآن تدمر كل المباني للمعسكرات والأمن للحيلولة دون استعادة الحياة الطبيعية في لاحق. يعني لاحظوا أنه حتى يعني الأخ العميد العادل الحالي حينما بدأ يريد أن يدخل إلى لاحق في الأسابيع الفائتة يعني تم التعدي عليه ومحاولة اغتياله داخل في منطقة المنزارات. نعم. ونجا من حادث الاغتيال، وبالتالي يعني نحن نريد فقط من الأخوة المسؤولين أن يضعوا النقاط على الحروف ويتحدثوا بالفعل نعم يعني سيد أحمد عن ماهية الصعوبات ولماذا نعم. لم يتم دعمهم فعلا لاستتباب الأمن داخل محافظة لاحق وإعادة الحياة نعم. الطبيعية وممارسة الجهاز التنفيذي الحكومي لمهامه ودوره في المحافظة نعم. إذا سيد أحمد تكرم بالبقاء معنا، سنذهب إلى ضيفنا الآخر ومن ثم سنعود لاستكمال الحديث معك. القادمة والمرشحات للزيادة في قادم الأيام. نعم يبدو أنه لا أنا الأستاذ سيد أحمد لا يسمعني. سيد أحمد تكرم بالبقاء معنا، سنذهب إلى ضيفنا الآخر ومن ثم سنعود للاستكمال معك. نعود إلى ضيفنا الآخر العميد عادل الحالمي. سيادة العميد، هناك من يقول أن غيابكم عن أداء مهامكم في محافظة لاحق وملء الفراغ الأمني هو من ترك المجال لهذه الجماعات المتشددة للسيطرة على المحافظة ومن ثم القيام بهذه التفجيرات والفوضى الحاصلة في محافظة لاحق. لا أخي عبد، أنا أعتقد ذكرت أسباب، أعتقد أنا دخلت شخصيا لاحق 4 مرات، زرت يعني في المرة الأولى زرت جميع المرافق ومن ثم يعني مبنى كان أغلب المباني مدمرة. نعم مدمرة. برضو بعد ثاني يوم من التسجيل الذي صار في ما تبقى من يعني مديرية الأمن نفس الكلام، نزلت بسيارات شخصية إلى هناك، وهكذا المشكلة هي بعدم توفر أي إمكانيات للقوى الأمنية، هذه المشكلة. سيادة العميد، هل يعني هذا أن الحكومة ليست مدركة بأهمية محافظة لاحق؟ يعني من أجل تأمينها بصفتها البوابة لمدينة عدن.
أنا أستغرب لهذا الشيء عندما يتم يعني تعييني كمدير أمن وكذا، عندما أتينا يعني بملفات جنود المقاومة ورتبنا الوضع، عندنا يعني ترتيب وضع عملي ممتاز. نعم أنا أظن يعني ما في تجاوب، لماذا رغم أنها لعج إذا ثبت الأمن يعني لا في لعج ينعكس على عدم، وكذلك في عدم ينعكس على لعج، لا بد من مراعاة. أنا ما جد الأخرين إذا أرادوا أن تكون يعني الأمور بشيء لا بد من يعني من أعطاء الجانب الأمني اهتمام واهتمام غير عادي، تمام استيعاب أدراج المقاومة في الجيش والأمن، وكل شيء مرتب وجاهز بلعج. وأعتقد رغم ذا الأمور يعني بلعج مش إلى النهاية، هي في منطقتين في الحوطة وجزء بسيط من تبن. نعم، ولكن سيادة العميد هل ذهبتم إلى عدن ووضعتم الملف الأمني الخاص بمحافظة لحج على طاولة السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة؟ وكيف لمستم يعني موقف الحكومة تجاه هذا الملف؟ نعم، أنا بالنسبة لدي لكي أعرف الكل أن الملف الأمني الخطط الأمنية رأسك إلى مكتب رئيس الجمهورية، كذلك إلى القائم يعني بالأعمال مشرف التحالف، كذلك عنده نصحة من غيره، كذلك وزير الداخلية المسؤول المباشر عنده يعني مش ملف ملفين. أعتقد أنه لابد من التجاوب في هذا الجانب من أجل تعزيز الجانب الأمني، لأن الناس يعني منتظرة، نحن قادرين، لا يتفرون احنا عاجلين قادرين يعني ان ندخل يعني بالمقاومة بأي كان اي مسمى، لحد هي مدينتنا ولحد نحن يعني ابنائها وارضنا يعني مداخلها ومخارجها. نعم، بس ما ينقصنا الا توفير الامكانيات فقط، اذا شفنا فلنا خيارات اخرى ان شاء الله. نعم سيادة العميد ابقى معنا، سنعود الى ضيفنا الاخر سيد احمد جعفان. سيد احمد، سيادة العميد يقول ان الملف الامني الخاص بمحافظة لحج طرح على يعني على الحكومة، لكن لم تجد التجاوب يعني تجاه هذا الملف. برايك ما سبب عدم تجاوب الحكومة مع الملف الامني الخاص بمحافظة لحج؟ لماذا هذا التخاذل؟ صراحة يعني هذا علامة سؤال تضاف إلى علامات سؤال كثيرة بصراحة داخل لحج، لكن صار التزامن مع وجود الحاكم سيادة العميد يعني أنه إذا لم يستجب لهم هذه المطالب وهم يعني قد وضعوها بين يدي الحكومة ويعني والسلطة، يعني يفترض أنه فعلا يعني إذا لم يستطيعوا أن يقوموا بمهماتهم يعني عليهم تقديم الاستقالة لتكون يعني رسالة قوية، يعني رسالة لهؤلاء الناس الذين يعني فعلا لم يؤدوا دورهم الطبيعي تجاه هذه المحافظة التي هي البوابة الأمنية الأهم والأبرز بمحافظة عدن عاصمة الشرعية عاصمة المؤقتة. وبالتالي يعني فعلا يعني هذا الكلام يعني هو من مصدر مسؤول. نعم، ولكن الاستقالات لم تكن حل، فهناك تجربة سابقة في حضرموت، كان المحافظ السابق يشكو من إهمال المحافظة، قدم استقالته واستبدلوا بالجديد. الجماعات المسلحة داخل اللحج وانهيار كل البنية التحتية، لا مياه ولا صحة ولا كهرباء ولا خدمات، وضع انهيار الاجهزه التنفيذيه والاداريه عن ممارسه عملها، وانهيار كل المباني التابعه وتخريب وسرقه جميع البنوك داخل المحافظه، كل هذه العوامل يعني لا تستفز الحكومه ولا يعني السلطه انها فعلا يعني تقوم بالواجب. يعني ما الذي يحدث داخل لحج لا ندري. هناك ايضا نقطه مهمه اخي العزيز اريد ان اشير اليها، انه فعلا هناك غياب ايضا لدور الاعلام داخل محافظة لحج، نحن نشهد نعم. يعني بعض القنوات كما هي قناة بلقيس مشكورة، لكن هناك الكثير من الوسائل الإعلامية يعني فعلا غائدة عن محافظة لحج وما يحدث فيها، بالرغم من أن محافظة لحج تمثل يعني أهمية استراتيجية قصوى لما يدور
يعني هي تحتضن قاعده العند وهي نعم. المحيط الحيوي والطبيعي لمحافظه عدن. هي يعني كل ما تمثله واحد من اهميه استراتيجيه واهميه نعم. السيد احمد جعفان سيد احمد جعفان تكرم بالبقاء معنا. سنعود لضيفنا العميد عادل الحالمي. سيادة العميد، ما هو دور محافظة لحج وأيضا السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة مما يدور في المحافظة؟ أعتقد محافظة لحج يعني يترتب عليها برضه دور يعني مهم في ترتيب الأوضاع نعم. يعني وكذلك اختيار القيادات من المقاومة ومن يعني الذي ممكن هذه القيادات تكون يعني حافز يعني ومساعد في تثبيت الأمن وكذلك أمور المحافظة نفسها. كذلك المنطقة العسكرية معناته أن نعمل منهم الكثير، لكن يعني الجديد برضه لما نجد منهم أي يعني بالنسبة لنا هي تعاون إلى الآن يعني هذا الجانب الأمني. لكن أنا أريد أن أوضح لك أن أنا أتيت من المقاومة في كلامي قبل شيء قليل أن الخيارات لا يفتكر هؤلاء أن بعد من أعطانا شيء الفلاني أو نحن كنا في المقاومة ونعرف طريقنا ونعرف هدفنا شو إلى أين برضه لم بل نسقط عن ما يحصل يعني ونظل مكتوبين ايدي وبالعكس نحن ما هي خياراتكم سيادة العميد؟ في كل خيارات كثيرة ان شاء الله يعني يعني في القريب سترون على الواقع الان يعني مناكب نعم سواء يعني رئيس الجمهورية سواء الحكومة سواء التحالف سواء وزير الداخلية كذلك قيادة المنطقة الرابعة الكل في دعم يعني العامل بالذات في محافظة لحج وكذلك استيعاب المقاومة في هذا يعني في هذا الجانب لأنه هذا مساعد كبير والذي الآن عامل ومتحمل يعني في لحج أغلبها هي قوى المقاومة التي بإذن الله هي ستكون ضمن القطاع الأمني في المحافظة. نعم. إذا سيادة العميد عادل الحالمي كنت معنا عبر الهاتف من محافظة لحج، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد أحمد جعفان. سيد أحمد هل ما زلت معنا؟ نعم نعم وصلت تقطع شوية. نعم سيد أحمد، كيف تفسر الغياب الكلي للدولة في محافظة لحج بالرغم من كونها البوابة للعاصمة المؤقتة عدن؟ لماذا لا يعاد تأهيل الأجهزة الأمنية وتأهيل مقرات السلطة المحلية لتعاود هذه السلطات مهامها في لحج بدلا من البقاء في عدن ومزاولة نشاطها من هناك؟ نعم تقريبا يا اخي العزيز انه افرازات مراعي الحرب يعني فعلا كانت عباره عن مهمه كبيره اكبر من حجم استعدادات وجاهزيه السلطه. لا نستطيع ان نفسر الامور بهذه الطريقه. نحن حتى نشهد يعني نفس مستوى هذا العجز يعني داخل محافظه عدن وكل المناطق المحرره، لكن كما هو الحال في لحج يعني فعلا تشهد كل يعني يعني العكس كله انسكب وانقطع على محافظه لحج فعلا يعني كان هذه المحافظه منسيه وليست موجوده في يعني قائمه يعني قائمه خطط الحكومه، وبالتالي يعني فعلا يعني المواطن في لحج اصبح يعني كما قال المتنبي يعني يشهد امام ملاعب جنه لو سار فيها سليمان لسار بترجماني يعني يرى التخبط، لا يرى يعني الحكومه، لا يرى رجال الامن، لا يرى كل شيء، يرى فقط امامه التفجيرات ويرى التخريب ويرى الجماعات المسلحه بكل الاطقم تسرح وتمرح في محافظه لحج وكانها فعلا ينقصها فقط انها فعلا تعلن كمنطقه يعني خاضعه للجماعات الارهابيه، لم ينقصها الا الاعلان، لكن الواقع الموجود داخل لحج فعلا يشهد انه كل ادوات الحكومه معطله وغائبه حتى يعني
يعني الأجهزة الأمنية لم تستطع يعني الاقتراب من محافظة لحج، وهي كل يوم فعلا تشهد حجم الصعوبات في هذه المحافظة. ربما كان في البداية هناك حماس للدخول ومحاولة استجواب الأمن وعرض الحياة الطبيعية. نعم سيد أحمد، المأساة الكبيرة نعم. داخل المحافظة وضعته يعني فعلا يعني باتوا في حكم العاجز يعني عن نعم. الدخول إلى المحافظة وإعادة الحياة الطبيعية لها. نعم سيد أحمد، يعني في ظل نعم. الانفلات الأمني القائم في محافظة لحج، هذا يطرح المزيد من المخاوف بأن تسقط محافظات أخرى في سيطرة هذه الجماعات. يعني ما هو الدور، لماذا يعني التخاذل هذا من قبل الجيش الوطني وأيضا السلطة تجاه الواقع الحاصل في محافظة لحج الذي من الممكن أن يصل إلى محافظات أخرى؟ يا أخي هذا كما قلت لك من الأسئلة الكبيرة التي تطرح نفسها. يعني لماذا لا نشهد مثلا أنه يقوم مؤتمر صحفي للمحافظة الدكتور ناصر الصبدي وكذلك الأخ مسؤول الأمن عادل الحالمي، يعني فعلا يعملوا مؤتمر صحفي ويعني يتحدثوا عن أبرز الصعوبات والتي تحتاجها محافظة لحج ومن هم المعيقين يعني لعودة الحياة الطبيعية لمحافظة لحج. نعم. وما هي طبيعة هذه الجماعات الإرهابية وما مدى اتصالها يعني بالناس الذين فقدوا مصالحهم داخل محافظة لحج. هناك شخصيات يعني فعلا فقدت مصالحها داخل محافظة لحج، كانت مرتبطة بحزب المؤتمر الشعبي العام جناح صالح يعني، وبالتالي يعني كل هذه العوامل يعني وهذه معروفة للناس، معروفة والناس يتحدثون بها، لكن السلطة لا تريد أن تتحدث بها. هذه من ضمن العناوين البارزة التي فعلا يعني هي سبب كل الإشكالات الموجودة داخل محافظة لحج. وبالتالي نعم، ولكن سيد أحمد ما هو المبرر لعدم تدخل قوات الجيش الوطني لحسم ما يحدث في محافظة لحج؟ والله كما قال الاخ الحالمي قبل قليل انه هم يعني على يعني نحن نتحدث عن الجيش الوطني بشكل عام وليس على يعني على القوات الامنيه في محافظه لحج. الجيش الوطني لماذا لا، ما المبرر لحسم الوضع القائم في محافظه لحج؟ يعني دوره غائبا، يعني المشكله هنا في لحج هي مشكله امنيه بطبيعه الحال، لكن يعني الجيش الوطني يعني ربما هم يقولون انه متفرغ للمعركه يعني و يعني هم يعني يقودوا جبهه داخل لحج يعني باتجاه الشمال في كرش وشريقه وما شابه ذلك. نعم. لكن داخل المحافظه بالذات لا يتواجد هذا الجيش الوطني. ما هي الاسباب الدقيقه لهذه المساله؟ بصراحه لا احد يعلم هذه الاسباب، لكن يعني ما تحتاجه لحج هي يعني هي يعني قوة أمنية مسنودة أيضا بالجيش حتى فعلا تستتب الأمن وتطارد الجماعات المسلحة وتعيدها يعني على الأقل في هذه الفترة الحرجة. يعني لكن هذه المسألة غائبة، هل هناك خطة يعني فعلا للإجهاز ومفاجأة للإجهاز على هذه نعم. الجماعات وتصفية المحافظة؟ إذن يعني هل هناك وضحت يعني الصورة الصحفي أحمد؟ لا نعلم ذلك، لكن نعم. يبدو انه فعلا يبدو انه يعني طبيعه المعركه على الجبهه يعني المعركة نعم. شكرا شكرا سيادة الصحفي احمد جعفان. سيادة الصحفي احمد جعفان كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني الا ان اشكر ضيوفي عبر الهاتف العميد عادل الحالمي وايضا الصحفي احمد جعفان، كما نعتذر عن عدم القدره بالتواصل مع قائد المنطقه العسكريه الرابعه اللواء احمد سيف اليافعي. والشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه. الى ان نلتقي في حلقه قادمه نترككم في رعايه الله.